بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيدات والسادة الوزراء والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية طبعا ان انا اعبر عن سعادتي الكبيرة جدا بوجودي في منطقة شرق بورسعيد، وهي الجزء الذي لا يتجزأ من المشروع الكبير جدا اللي بيتبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كلها. وانا عايز هنا يمكن قبل ما ابدا ونتكلم على موضوع صناعه السيارات واطلاق الاستراتيجيه، ان انا بس استرجع ان يعني الرؤيه لتطوير منطقه شرق بورسعيد كلها كانت موجوده يمكن من اكثر من 25 سنه، ولكن فعليا لم ننفذ هذه الرؤيه على ارض الواقع الا في خلال السبع سنوات الماضيه باراده سياسية قوية جدا من فخامة الرئيس ومتابعة شبه يومية وتنفيذ على أرض الواقع لأعمال بتعتبر من أعمال يعني المعجزات الهندسية من قبل رجال الهندسية للقوات المسلحه. ده هو الحقيقة اللي حصلت عشان نقدر نبقى واقفين النهاردة على هذه الأرض، لأن هذه الأرض اللي يعرفها كويس جدا كان مجرد أنك تمشي عليها بتلاقي نفسك بتغرز وبتنزل كشخص، مش بتكلم على معدة. بكون النهاردة ان احنا نبقى قاعدين في مبنى بهذا الشكل بنتكلم على حجم مصانع وعلى مواني وعلى أرصفة بالكيلومترات بتتنفذ، يعني انا كرجل مهندس بقول هو اعجاز هندسي بكل المقاييس. ومرة اخرى بوجه الشكر لرجال الهندسية القوات المسلحة وكل القائمين على هذا المشروع من الشركات المقاولات المصرية اللي حققوا فعلا هذا الحلم اللي كنا زي ما بقول موجود في المرجعيات والتقارير والدراسات التخطيطية على أساس أن هذا المشروع بالفعل هو مشروع عبقري بنقطة التقاء لكل قارات العالم. ولكن مرة أخرى لولا الإرادة السياسية لفخامة الرئيس ومتابعته الدؤوبة لتنفيذ هذا المشروع ما كنا أن احنا النهاردة نبقى واقفين في هذا المكان. والحقيقة يمكن زي ما اتعرض قدام حضراتكم العبقرية بتاعت هذا الموقع ان احنا بيبقى عندنا في مكان واحد القدرة على ان يبقى عندنا صناعة ويبقى عندنا مناطق لوجستية ويبقى عندنا أرصفة للمواني انها تنقل على طول المنتجات من وإلى هذه المنطقة العبقرية. على بعض خطوات قليلة من هنا واحد من اكبر مشروعات المزارع السمكية اللي ايضا يعني قامت بيها الدولة المصرية، والنهاردة طبعا برضو بدأ إنتاجه وبيبقى جزء كبير منه بيغطي الإنتاج المحلي وأيضا للتصدير. فالحقيقة يمكن الرؤية الكبيرة واللي بتكتمل معاها مدينة سلام كشارع بورسعيد كل دي بنتكلم على منطقة فعلا واعدة جدا لعملية التنمية المستقبلية لمصر إن شاء الله. وده واحد من المشروعات القومية الكبيرة اللي تبناها فخامة الرئيس للتنفيذ على الأرض النهاردة واللي هي بتغير خريطة وشكل مصر بإذن الله. الحقيقة يمكن لما اجي اتكلم على الموضوع الخاص بصناعة السيارات، وانا الحقيقة يعني استمعت باهتمام شديد جدا للي قاله الحقيقة دكتور أليك إروين وطبعا رئيس شركة نيسان، ويمكن انا الحقيقة كنت شرفت بلقاء مجموعة من الكبار المصنعين الدوليين والمحليين، يمكن فعلا زي ما دكتور احمد فكري قال من 6 أشهر، وساعتها يمكن كانت الرؤيه واضحه بالنسبه لنا لابد ان يتم توطين صناعه حقيقيه للسيارات في مصر. وهنا لما بنتكلم على صناعه حقيقيه بالفعل في صناعات وفي مصانع بتعمل انتاج، ولكن مش هو ده طموحنا. ويمكن هنا رقم مهم جدا انا يعني بستدعيه قدام حضراتكم لينا كلنا كمصريين، حجم استيرادنا من السيارات العام الماضي بالفعل وصل او تجاوز $4 مليار امريكي. صرفنا من مواردنا الدولارية $4 مليار. عشان حجم السوق بتاعنا النهاردة لم يصل بعد الى 300 ألف، ولكن النهاردة التحدي الكبير فعلا ان في خلال 10 سنين متوقع مع النمو الاقتصادي اللي بيحصل ان عدد سيارات مصر هيتضاعف. يعني معنى كده هبقى محتاج على الاقل $8 مليار سنويا عشان ادخل عربيات للسوق المحلي. طبعا ده لن يكون يعني مقبول
مقبولة للدولة المصرية. بالعكس، احنا يهمنا جدا 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 تشجيع الصناعة المحلية وتوطين هذه الصناعة بكل الصناعات المغذية ليها تبقى موجودة، عشان يبقى اعتمادنا بقدر الإمكان. احنا صحيح بنحترم كل اتفاقيات التجارة الحرة اللي احنا موقعين عليها، وبالتأكيد هتظل مصر ملتزمة بيها، ولكن هدف استراتيجي للدولة المصرية أن يتم تعميق هذه الصناعة جوه مصر. وعشان كده يمكن اشتغلنا مع كل الأطراف اللي كانت موجودة اللي بتمثل هذه الصناعة، الحقيقة كل المصنعين، كل الشركاء الأجانب، وأيضا طبعا اتحاد الصناعات، عشان نخرج بالاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر. والحقيقة يمكن حصل عليها نقاشات كثيرة جدا، والحمد لله يمكن ربنا وفقنا وأقرناها في مجلس الوزراء مؤخرا، علشان يبقى تجيلنا الفرصة إن شاء الله إن احنا نطلقها من هذا المكان، علشان نبدأ فعلا التنفيذ الفعلي. يمكن زي ما دكتور أليك قال إن احنا بنبدأ خطوة، وأنا برضو بقول له احنا دي فعلا الواقع الحقيقي، ليس فقط من الحكومة ولكن أيضا من فخامة الرئيس، إن احنا مش فقط بنطلق وحنسيب، ولكن حنتابع بصورة يومية تنفيذ هذه الاستراتيجية على الأرض بإذن الله. الحياة الدولة المصرية من ساعة ما ابتدينا نشتغل على هذا الموضوع أطلقنا بصورة مبدئية وسريعة جدا مبادرة مهمة جدا، وهي مبادرة إحلال المركبات اللي بتعمل بالغاز الطبيعي. ويمكن في مبادرة واتفقنا فيها مع الشركات والمصانع اللي بتعمل بالفعل في مصر، وعملنا هذه المبادرة كان هدفها طبعا تنشيط سوق السيارات المحلية الصنع، وفيها طبعا حوافز الحقيقة قدمناها للشركات دي، ويمكن حطينا برنامج تمويل ميسر للمواطنين علشان نشجعهم على هذا الموضوع. ولكن يمكن الرؤية الأهم هي هذه الاستراتيجية اللي احنا النهاردة بنطلقها، ويمكن تفاصيلها موجودة قدام حضراتكم. ولكن يمكن هذه الاستراتيجية يمكن متضمنة أيضا خطوات احنا قمنا بيها بالفعل. يمكن أول خطوة ان احنا أصدرنا تعريفة جمركية جديدة بقرار فخامة الرئيس رقم 218 لسنة 2022، اللي بيتضمن فصل رقم 98 لتيسير الإفراج عن مكونات السيارات. ودي شيء مهم جدا ان احنا نبدأ ازاي إجراءات تيسير مكونات الإفراج عن مكونات السيارات. زي ما قلت لحضراتكم حطينا ايضا الحقيقة مشروع قانون اللي هيتضمن كل الحوافز لتفعيل وتنفيذ هذه الاستراتيجية. مجلس الوزراء الموقر وافق عليه الحقيقة في اول يونيو، يعني منذ يعني بالضبط 12 يوم تقريبا، وافق على هذا القانون اللي بيتضمن الحقيقة عدد كبير من الحوافز اللي من شأنها انها ان شاء الله تشجع توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر. والحقيقة يمكن ايضا هذا القانون يعني نص ان هيكون هناك مجلس اعلى لصناعة السيارات، وانه هيكون هناك وحدة تنفيذية مسؤولة عن هذا البرنامج المهم جدا. والتركيز الشديد الحقيقة في الحوافز، بالتأكيد احنا بنشجع توطين كل انواع السيارات لانها تبدأ تصنع في مصر، ولكن هيبقى التركيز الاساسي طبعا على واحنا بنستشرف المستقبل والبعد البيئي، هيبقى الحوافز الاكبر بتعطى للسيارات النظيفه او اللي بتعمل بالكهرباء في الاساس. ويمكن احنا حاطين حافز وتم اقراره ان هيصل الى 50,000 جنيه للمستهلك اللي بيشتري سياره كهرباء، على اساس ان احنا بنشجع فعلا هذه الصناعه ليتم توطينها في مصر ان شاء الله. الحقيقه قمنا بخطوات كثيره اخرى مهمه، وهو موضوع طبعا بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، وتم إقرار السعر الجاذب جدا لعملية شحن السيارات الكهرباء. الخطة بتاعتنا ان احنا بننشئ 3000 نقطة شحن على مستوى الجمهورية بصورة مبدئية عشان موضوع شحن السيارات الكهرباء. ده بالإضافة ان احنا نفذنا بالفعل لموضوع الغاز الطبيعي وسيارات الغاز الطبيعي، صعدنا او زاد اعداد المحطات اللي بتعمل لشحن السيارات بالغاز الطبيعي من 250 محطة الى 1000 محطة في خلال عام واحد طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس. فبالتالي احنا بنكون البنية الاساسية بتاعتنا لهذه الصناعة المهمة جدا. وهنا يمكن النقطة الشديدة الاهمية اللي حضراتكم سمعتوها من الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، وهو ان احنا رؤيتنا ان مصر قادرة ان شاء الله انها تكون مركز اقليمي لهذه الصناعة،
ليس فقط لتغطي طبعا السوق المحلي، ولكن ايضا لتكون بوابه لافريقيا. ويمكن رقم مهم جدا لازم نستدعيه ان احتياجات افريقيا عام 2035 هتبقى 5 مليون سياره. فبالتالي هنا يعني زي ما بنقول كده، او اللفظ اللي بيتقال ان يعني ذا سكاي از ذا ليميت، يعني كل الشركات والمصانع اللي هتكون راغبه انها تتواجد في مصر هيبقى عندها قدره هائله مع اتفاقيه التجاره الحره والاتفاقيات اللي مصر موقعاها مع دول افريقيا، هيكون عندهم مزايا نسبيه هائله للتواجد هنا، وان احنا نتكامل مع اشقائنا الدول الاخرى اللي فيها هذه الصناعه زي جنوب افريقيا والمغرب وغانا، دي فعلا ان احنا يكون عندنا تكامل مع بعضنا البعض. مهم جدا ان احنا نهتم في الفترة القادمة أيضا بموضوع الصناعات المغذية لهذه الصناعة الرئيسية. ويمكن إحنا كمجلس وزراء الحقيقة من خلال متابعتنا على طول نجاحنا الحقيقة يمكن كان من أيام قليلة، واحدة من أكبر شركات العالم وقعت عقد يعني لإنشاء، هيبقى أكبر مصنع في العالم لإنشاء لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، بحيث ده اللي هيبقى تقريبا هو الهاب الرئيسي لكل سيارات العالم. وده يمكن استثمارات ضخمة جدا، وحيبقى إن شاء الله بيبدأ يشتغل قبل نهاية عام 2023. من خلال هذا المصنع هذه الشركة اللي موجودة بالفعل في مصر هتضاعف إنتاجها بالضعف بالظبط. ده بالإضافة إلى شركة أخرى يعني في نفس المجال وقعت للإنشاء مع مصنع آخر لنفس المنتجات، عشان تبقى قادرة مصر إن لديها صناعات مغذية تساعد في توطين وتعميق هذه الصناعات. أنا يمكن هنا بأكد لكل الشركات العالمية والمحلية اللي معانا في هذه الصناعة المحورية الهامة، مصر حريصة والحكومة المصرية حريصة لتقديم كل الحوافز والدعم الغير محدود لهذه الشركات لكي فعلا تساعد الدولة المصرية في توطين وتعميق وتوسيع هذه الصناعة المهمة جدا اللي احنا لدينا رؤيتنا في إطار مصر، رؤية مصر 2030، انها تكون احد روافد نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتكون احد اهم الصناعات اللي المفروض ان شاء الله قطاع الصناعة في مصر سيعتمد عليها. مش عايز اطول على حضراتكم، ولكن في النهاية يعني انا حابب ان انا اتوجه بالشكر لكل الشركات اللي عرضت قدام حضراتكم رؤيتها لتنفيذ عدد كبير من المشروعات هنا في منطقة شرق بورسعيد. واللي انا باكد عليه، ويمكن امبارح احنا كنا موجودين واحنا بنطلق وثيقة سياسة ملكية الدولة، اكدنا على ان هدفنا ويعني رؤيتنا كدولة في الفترة القادمة هو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. واعتقد اللي شفناه النهاردة هو نموذج لهذا الموضوع. البنية الاساسية الضخمة اللي بتتعمل واللي اتعملت خلال الفترة دي ما كانش في اي قطاع خاص قادر ان هو يعملها. تهيئة التربة، عمل الطرق، البنية الاساسية، كهرباء، اتصالات، مياه، الكلام ده ما يقدرش من القطاع الخاص، ده دور الدولة. لكن بمجرد ما بنقدر الدولة تعمل هذا الكلام، القطاع الخاص يدخل بخبراته الكبيرة والمتخصصة، يعمل المصانع ويعمل الانشطة المختلفة اللي تمكن الدولة المصرية في النهاية من تعظيم القيمة يعني الكبيرة من هذا الموقع العبقري. ونقدر في إطار هذه النوعية من الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص نحقق عملية التنمية المتكاملة في كل ربوع مصر إن شاء الله. مرة أخرى بشكر حضراتكم جميعا، وكل التوفيق والتمنيات للشركات اللي النهاردة عرضت، والشركات أبدت رغبتها للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة، بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.